السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على الجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز الجديد والقصير. الفنان المغربي سعد المجرد مرفوض في السعودية بعد هجمة العراق، شاهد التفاصيل. بعد الحملة التي وجي بها في العراق، حملة مماثلة أطلقها نشطاء سعوديون ضد الفنان المغربي سعد المجرد من أجل المطالبة بمنعه من المشاركة في موسم جدة بالمملكة العربية السعودية. ومباشرة بعد إعلان الصفحة الرسمية لروتانا بمشاركة الفنان المغربي سعد المجرد برفقة إليسا الحفل الذي سيقام في 17 من يونيو الجاري، أطلق رواد سعوديون هاشتاغ نرفض سعد المجرد في جدة. واعتبر النشطاء السعوديون أن حفلة سعد المجرد ستسيء للمنظمين ولبلدهم، على اعتبار أنه متابع بعدة قضايا مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي. وفي هذا السياق علق أحد النشطاء السعوديين قائلا: سعد المجرد مغتصب ومتحرش ومطرود من مصر أكثر من مرة ولنفس السبب، لذلك وجوده في السعودية وفي موسم جدة مرفوض، وما رح ندفع فلوس حتى نجيب هذا المغتصب لبلدنا. هذا وكان رواد عراقيون قد شنوا هجوما مماثلا في الأيام القليلة الماضية، رافعين هاشتاغ طالبوا من خلاله بإلغاء السهرة التي سيقيمها سعد المجرد مع شركة سندباد لاند ببغداد، وذلك على خلفية اتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسي. فما رأيكم بهذا الهجوم الذي يتعرض له الفنان المغربي سعد المجرد؟ أتمنى أن أرى تعليقاتكم تحت الوصف، وإلى هنا أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.